مشاهدينا نشير مرة جديدة إلى هذا العاجل عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، فهي تنفي العثور على الإسرائيليين المختفيين في قلقيلية. كنا قد تابعنا قبل قليل وفقا للإذاعة 12 والقناة 14 بأن القوات الإسرائيلية عثرت على المستوطنين اللذين كانا مختفيان. إذن سنتابع أول بأول كل هذه التفاصيل. إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي، وخلافا كما ذكرت للتقارير، لم يعثر بعد على المستوطنين اللذين دخلا إلى قلقيلية. إذن مشاهدينا سنتابع أول بأول حيثيات هذه الحادثة وفقا للعواجل وما يردنا من أخبار من مراسلنا وأيضا يعني عبر القنوات الإسرائيلية. إذاعة الجيش الإسرائيلي تؤكد خلافا للتقارير بأنه لم يعثر بعد على المستوطنين اللذين دخلا إلى قلقيلية. وبالعادة كان يدخل المستوطنين إلى قلقيلية لا سيما من أجل إصلاح سياراتهم، نظرا لأن التكلفة هي أقل. كان هناك حوادث سابقة منذ حوالي الشهر ونصف كما وفانا مراسلنا من هناك بأنه يعني تعرض للقتل، كان قد ذهب بصدد إصلاح سيارته وفقا للمعلومات التي وردت. على كل حال سنكون في متابعة أول بأول مع كل جديد فيما يتعلق بهذه الحادثة، لسيما وأن القوات الإسرائيلية كانت قد أقامت حاجزا وهي تقوم بالمداهمات وعمليات التفتيش بحثا عن هذين المستوطنين. أيضا بأخبارنا، نشر الجيش الإسرائيلي خارطة إخلاء جديدة يطالب فيها سكان الأحياء الشرقية لمدينة دير البلح بمغادرتها والتوجه إلى المناطق الغربية للمدينة.